صباح الخير، واليوم 9 سبتمبر 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم تسعى لفتح الطريق أمام الحلول المالية القابلة للتحقيق بأقل فترة زمنية ممكنة، وتوقع مواقف وردود مريحة قريبا. عاطفيا أصبح رأي الشريك بيعني لك أكثر من أي شيء تاني، وخصوصا أنه الظروف الحالية بيناتكم تبدو إيجابية جدا ومفتوحة على التقارب بين الطرفين. مولود برج الثور، توقع يسر من بعد عسر على الصعيد المالي، بالإضافة لبعض الترتيبات العائلية والمهنية المطلوبة منك بشكل خاص. عاطفيا عم بتمر بفترة صعبة جدا مع الشريك، ولكنها عابرة وقابلة للتغيير فيما لو فكرت بقلب الواقع والنتائج لصالحك تدريجيا. مولود الجوزاء، عم تشعر بأنك رهين الظروف المرحلة الحالية اللي عم تعيشها مع محيط عملك الحالي، ولا تبدو عملية الانتقال المريح متوفرة بالشكل المطلوب. عاطفيا ممكن يحملك الشريك مسؤولية الظروف المسيطرة على الجو العام بينك وبينه، ومن المحتمل علاقتك معه تاخد شكل مختلف تماما عن المعتاد بيناتكم. مولود برج السرطان، عم تتعايش مع قيود مالية صعبة، ومن المحتمل انها تأثر على واقع الحال عندك بشكل مباشر، بالإضافة لمتابعة طبية طارئة بانتظارك. عاطفيا عم تنتظر نتائج أمر مهم بيربطك مع الشريك بشكل مباشر، ورح تمنعك هيدي الأجواء من العودة إلى حياتك الطبيعية بعلاقتك معه مهما اجتهدت على الأمر. مولود الأسد، إحساسك بأنك خسرت أو ضيعت الوقت مع محيط عمل ما وفى بوعده أو ما أعطيك حقك الكامل، رح تخليك هيدي المشاعر بحالة غليان وعدم استقرار نفسي، فانتبه. عاطفيا، مواقفك العاطفية تبدو تابعة للشريك تلقائيا مهما حاولت تخبي حقيقة هيدا الواقع، ونصيحتنا لك تعود نفسك على الاستقلالية عنه اليوم قبل بكرة. مولود العذراء، عم تسعى لتأكيد دورك ومكانتك المهنية بأقصر الطرق، بالإضافة لتوافق جديد ممكن يسهل عليك تغيير الوقائع لصالحك. عاطفيا، ما رح تفتح المجال لأي شخص ممكن يراهن على الخلاف العاطفي القائم ما بينك وبين الشريك مهما كانت الأسباب. مولود برج الميزان، وضعك المهني لا يبدو مريح حاليا، وخصوصا أنه علاقاتك العامة ما عم تتجاوب معك بالشكل المطلوب، بالرغم من محاولاتك لتوظيف أموالك أو لتوظيف استثماراتك المالية بالشكل الصحيح. عاطفيا، النقاط الخلافية ما زالت على حالها حاليا مع الشريك، ومع ذلك ما رح تتوقف اجتهادات عن مراقبة ومتابعة مسار مشاعره تجاهك باستمرار. مولود العقرب، الفلك مخبي لك مفاجآت مهنية رح تظهر تدريجيا، وتوقع تقارب مع أشخاص ممكن تستفيد منهم فعليا، بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك. عاطفيا، قرار العودة عن اعتزال الغرام مع الشريك أصبح قرار حتمي بالنسبة لك، ولكنك عم تفكر بالصيغة المناسبة لتحريك الأمر. مولود القوس، عم تزداد مسؤولياتك الحياتية بشكل واضح، ومن المحتمل هيدي الأجواء تصعب عليك عملية تحقيق طموحاتك المالية بالاستقرار المطلوب. عاطفيا، عم تشعر بأنك وحيد على الصعيد العاطفي بالرغم من عطائك المستمر في الحب، ويبدو أنه غياب الشريك عنك كان السبب الأساسي بإخضاعك لهذا الشعور القاسي. مولود الجدي، رح تفضل الوصول للصيغة توافقية مع محيط عملك الحالي، حتى لو كانت النوايا المبيتة عندك عم تفكر بخطوة بديلة وفورية. عاطفيا، لا يبدو أنك راضي عن الجو العاطفي المسيطر على طبيعة علاقتك مع الشريك، ولا يبدو أنك مقتنع بأنه الجو القائم بيناتكم هو مسؤولية الظروف يلي عم بتعيشوها سوا. مولود برج الدلو، عم بتفكر بالحلول السريعة يلي ممكن تساعدك على الوصول للتغطية المالية المطلوبة، وتبدو متفائل بتعديل النتيجة لصالحك. عاطفيا، الخلاف يبدو واضح وكبير فيما يخص الأمور الحياتية اللي بتجمعك مع الشريك، ونصيحتنا لك تبادر لتمرير هيدي الفترة الحساسة جدا عند الطرفين. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيزي الحوت، الفلك عم يتحدث عن خطوة مهنية جريئة بانتظارك، وعلى أساسها رح يتحدد مصير بعض المواضيع المالية أو القانونية يلي شغل بالك. عاطفيا، غموض موقف الشريك تجاهك رح يضطرك للكشف عن قرارك النهائي، حتى لو كان ما بيمثل رغبتك الحقيقية تجاهه، ونصيحتنا لك ما تستعجل على هيدي الخطوة أبدا. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية نهار يكون كتير حلو، تضلكم بألف خير، وباي باي.